اللجنه كتقول لينا راه هذا الشيء بالمجان. حنا هذا الشيء راه مرخص من طرف الدوله، ما غتخلصوا فيه حتى حاجه، لا الاطفال لا المرافقين اللي كيكونوا معاهم لا الاباء ديالهم. هذا راه ولا كريستاج عاين باين. هذا الشيء راه لا يعقل. ما معقولاش هذه، هذه ماشي اخلاق ديال المغاربه اصلا. نتمنوا بحال هذا الشيء ما يتعاودش في المستقبل. حنا اليوم كنتواجدوا في الخزانه البلديه كلجنه ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه والعلاقه مع المجتمع المدني، انا والاخت فاطمه قرناني. جينا من بعد ما اتصلوا بنا مجموعه من الاباء على اساس ان كاينه جمعيه تم الترخيص لها لواحد الحفل، واحد النشاط هنا يومي السبت والاحد بالخزانه البلديه. الترخيص اللي كان والطلب اللي وضعوه واللي وافقنا عليه انه كان هذا النشاط خصو يكون مجانا بالنسبه للاطفال، ولكن كنتفاجئوا انهم خذوا من الاباء ومن الاطفال خذوا الثمن ديال هذا النشاط. لذلك جينا احنا كلجنه باش نوقفوا على هذه الخروقات اللي كاينه ونشوفوا شنو، في انتظار تدخل كافه المتدخلين بالنسبه لوقف هذا النشاط، وانهم يشوفوا شنو يديروا مع هاد الاباء، شنو غيديروا الحل اللي غيكون مع الاباء. بالنسبه لهذه الانشطه، لان الانشطه كتكون اصلا بالنسبه للجمعيات كتكون بالمجان، وحاليا كنتفاجئوا بان الاطفال الدول واجب باش غادي يدخلوا، ولكن هما كيحرضوا الاباء والامهات حتى هما باش يخلصوا، في حاله ما قالوا لا ما خلصتوش ما غتدخلوش مع ولادكم لداخل. والثانيه كاين طفل عنده 3 سنين 4 سنين ما يقدرش الام ولا الاب ديالو غتخليه يدخل بدون ما يأدي، نقول دخول ما تكون ترافقوا الام ولا الاب ديالو، لان هذا العمل حنا ضد هذا العمل اصلا. ما دام الترخيص من عند السيد رئيس المجلس البلدي بالمجان خص تكون بالمجان، هذا هو اللي كنتمنوا مع عبد الوصمه. وهذا الفعل هكا اللي كتكون ما خصهاش تبقى تعاود وتكرر هذه. وحنا اصلا اتصلت بيا الاخت نادي واتصلوا بنا عده نساء على اساس باش نجيو ندخلوا، وحنا واقفين دابا لاتخاذ الاجراءات اللازمه وشكرا. غير ما اؤكد عليه بالنسبه لساكنه سطات ان فضاء الخزانه البلديه هو فضاء عمومي، فضاء بالمجان. السلام عليكم خوتنا المغاربه. حنا ولا انا عندي بنتي كتقرا في مدرسه عبد الكريم الخطيب، عطاوها ورقه ديال هذا باش تجي للمهرجان. عندي خوتها ما يمكنليش نخليهم بوحديتهم، عندي ثلاثه وانا مهم الرابعه، من هبطنا لهنا قال لك خصها تخلص. خلصت انا، خلصت اربعه ديال البلايص، وفي الاخر قال لك لا الامهات ينوضوا يوقفوا بحالهم ولا يهبطوا لتحت. ما يمكنناش حنا الدولة، هذا من حقوق الدولة ديالنا على ولادنا. حنا جاية فرحنا بالعكس لأن جاية دير لينا أنشطة لوليداتنا باش يرجعوا للقدام، وفي الآخر يجيو يقولوا لنا خلصوا. ما معقولاش هذه، هذه ماشي أخلاق ديال المغاربة أصلا، ماشي أخلاقنا. هذا راه ولا كريستاج عاين باين. لولا كاين اللي ما عندوش، كاين اللي جاي بزز منوك على ود الولد ولا بنته ما هناوش، كنطالبوا لهم باش يرجعوا لينا فلوسنا وما تكررش مره اخرى، وحنا معاهم في النضال. خويا حنا عطاونا الوراق على اساس اننا غنجيبوا الوليدات يتفرجوا هنا في الخزانه ب 10 دراهم البي باش يدخل التلميذ او لا الطفل. مني كنجيبوا الوليدات كنكتشفوا ان الام هي خاصها تخلص، واخا ماشي مشكل نخلصوا. انا عندي البنيه باقا ما مكملاش 3 سنين، قال لي غتخلصي عليها، قلت لي ماشي مشكل نخلص. مني خلصنا طلعنا كيقول لك لا الامهات واخا عندهم طربيه ترجع اللور تبقى هازاها في ايدها. كتصور انا العرض من 3 ل 5 وانت غتبقى هاز الدريه عندها 3 سنين في ايدها. مني دوينا معاه قال لك لا هذا هو اللي كاين، بغيتي ما بغيتيش خرجي تسني ولدك في الزنقه. ما يمكنش الطفل ديال التحضيري انني غنخليه بوحده وكيتفرج ما عرفتش شنو غيطرا، وديري ليهم 4 دراري اولا 3 في كرسي واحد. ما يمكنش حنا قاعدين من هذا الدومين. كنكتشفوا باللجنه ملي جات قال لك لا ما عندكمش الحق تخلصوا، وانا خلصت على 4 الوليدات وراسي يعني 50 درهم، حنا 5. هذا الشيء راه لا يعقل. بالنسبه كما قالوا الامهات اللي قبل، يعني اصلا ملي كنا وصلنا لباب الخزانه قالوا لينا ان الاطفال يعني نورمالمون حنا جنا يعني الاطفال غادي يخلصوا، قلنا واخا ماشي مشكل، ولكن بالنسبه لانهم يقولوا لي باغون هما يخلصوا، اما ما لم يعني خلصتوا غتدخلوا، ما خلصتوش غتخليوا الوليدات يطلعوا وانتم غتسناهم في الزنقه. يعني هذا الشيء راه لا يعقل. غير من بعد جات الاخت الله يجازيها بخير نبهتنا قالت لنا ان هاد يعني هاد الشيء راه مرخص من طرف الدوله، ما غتخلصوا فيه حتى حاجه، لا الاطفال لا المرافقين اللي كيكونوا معاهم لا الاباء ديالهم. يعني ملي جينا كره
نهضروا معاهم مع الناس اللي كانوا مهيئين لهذه الحفله وهادشي، ما لقينا ترد، ارى بهم كل واحد خرج هز راسه فين مشى، ايوا ما لقينا حتى جواب. يعني شكون اللي غيرد لينا الفلوس ولا شكون اللي غادي نهضروا معاه؟ ما كاينش. احنا كان عندنا واحد العرض للاطفال اليوم، يوم السبت ويوم اليوم الاحد، كاين اللي جابوا وليداتو السبت وكاين اللي جاب وليداتو الاحد، كاين في الخزانه وكاينه في قاعه مجاوره. احنا فضلنا قلنا غنجيو للخزانه، ملي جينا للخزانه وقفنا عند الباب كيقول لنا السيد غتخلصوا على وليداتكم 10 دراهم. قلنا ماشي مشكل، قال كل اللي بغى يدخل مع الوليدات ديالو، يعني اي ام جات او اب خاصو حتى هو يخلص 10 دراهم عاش يدخل يرافق الوليدات ديالو. اذا بينا كنكتشفوا كتجي الرئيسه ديالو واحد اللجنه كتقول لينا راه هذا الشيء بالمجان، حنا هذا الطلب دفع لينا والطلب بانه غادي يديروا لكم الحفله لوليداتكم بالمجان. ودابا ملي جينا عندهم قلنا لهم هذا الشيء راه بالمجان وكديروا بحال هكا، حشومه وحاجه عيب دار هذا الشيء في المغرب كاع. جينا خاصنا نسكتوا على حقوقنا، هما خاصهم حنايا جينا باش نهضروا ونقول لهم باش خطره اخرى ما يعاودوهاش وحدين اخرين. حنا ما كناش عارفين في الاول بانها في الخزانه بالمجان، وكنشكركم وكنتمناهم بحال هذا الشيء ما يتعاودش في المستقبل.